السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، وعظم الله لكم الأجر في هذه الأيام العاشورائية. ومثل ما وعدناكم راح نبلش بمراجعة بعض قصائد العزاء لهذا الموسم 1446 هجرية. راح نسولف عن كل أبعاد القصيدة الأدبية والفكرية والفنية. بالحلقات الجاية راح نعتمد القصائد اللي تختاروها إنا وتصوتون عليها. أما اليوم فاختارينا لكم قصيدة الرادود محمد الجنامي، هل محرم؟ خليكم ويانا. إلا المرحوم الحاج قال من نبدو وياكم بالبعد الأدبي للقصيدة. القصيدة من تأليف الشاعر اللي عودنا على إبداعه كل سنة، كرار حسين الكربلائي، وهي مثل ما نلاحظ بالعنوان تتكلم عن قدوم شهر محرم الحرام والأجواء اللي تصاحب هالأيام، وبالأخص حضور الإمام الحسين في قلب ووجدان خدامه. وزن القصيدة مو ثابت وإنما يتغير مع اللحن. مثلاً لما يقول هل محرم يا عاشق محرم، فوزنها فاعلات فعول فعول، بينما لما يقول نمل من كل شي مولاي طريقك ما نمله، فهنا استخدم تفعيلة مفاعيل. بالتالي ما نقدر نحدد وزنها شنو بالضبط أو من يا بحر. لغة القصيدة بسيطة، ما تستخدم مفردات قوية ولا العبارات شعريتها عالية، بس شاعرنا الكربلائي اعتمد على المضمون والمعنى المقصود والصورة الشعرية أكثر مما يعتمد على اللغة الشاعرية. هالشي نلقاه واضح بالمستهل لما يقول هل محرم يا عاشق محرم، قلبك وقلبي بالخدمة مغرم، يلا خل نلبس أسود على حسين، سر دمعنا هو السر الأعظم. ده تلاحظ أنه لما نقرأ بدون لحن فهو كلام عادي ما بيشغل بلاغي، بس يجذبك بالمعاني، يخليك تستحضر روحية العاشق لهذا الشهر، ويصور لك شعيرة لبس السواد، ويخليك تفكر بالسر الأعظم، وهذا بحد ذاته جميل ويؤدي بعض من الغرض بالتأكيد. البيت الأول من النوع المفكك، كل كلمتين واحد، وهالشي بسبب اللحن طبعاً، لأن الشاعر يضطر يقفي بسرعة فما يلحق يظهر إبداعه بسبب قصر العبارة. وبنهاية البيت لما يقول بين المشاعر رسمتك، حاولنا نتخيل المعنى فما حصلنا شيء، أكو تشبيه بس ما راكب صح. لما أجيب فكرة الرسم وأريد أربطها بالمشاعر، فالتشبيه يقول لازم أكو شيء نرسم عليه، أوراق المشاعر مثلاً، صفحات الخواطر. وأنا هنا جاي أتكلم عن التشبيه البلاغي، يعني بغض النظر عن الوزن والقافية. أما بين المشاعر فينقصها شيء، مع أنه اللي يريد يوصل الشاعر واضح، لكن ما وضحها من خلال هالعبارة. علي خل تزعل الناس، المهم لا أنت تزعل. البيت هذا جميل جداً، ويذكرنا معناه ببائية الأمير أبي فراس الحمداني لما قال فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أما العبارة اللي بعدها أهم شي عندي مرضاتك حبيبي، فهو تكرار لنفس المعنى بدون حاجة، فلو مستغل المساحة بمعنى آخر يكون أفضل. البيت الثالث والأخير هو بكائية مفجعة للقلب، تنتقل كاميرا الشاعر بين المشاهد اللي تخلينا من نتمالك أنفسنا ونبكي. بس عندنا ملاحظة صغيرونة على البيت اللي يقول بي أبكي كل ما شفت طفلي عطشان أذكر شلون بكيت الرضيعك. عبارة بكيت الرضيعك هنا مو واضح منو اللي يبكي، الشاعر أم الإمام الحسين عليه السلام؟ إذا كان الشاعر فالمعنى مو قوي، وواضح أنه الشاعر ما يقصده، وإذا الإمام الحسين فكان لازم يخلي قرينة نفهم من خلالها منو الفاعل للفعل بكيت. كذلك لما يقول ارزقني حرقتك، يقصد ارزقني الحرقة عليك، لكن لأن الشطر مضغوط وما بمساحة للتعبير انتقل هالشعور من القائل للمقول فيه. أما عبارة جمالك فوق الأرماح فتذكرنا بمطلع لامية الشاعر الموفق محمد الحرزي لما يقول لمن الرؤوس على الرماح جمالها. ختام هذا البعد نقول أنه بغض النظر عن الملاحظات البسيطة، فإحنا نعرف أنه شاعر القصيدة الحسينية يتعمد أحياناً يخلي اللغة بسيطة ومفهومة، وهذا جيد ومطلوب أحياناً، لكن نبقى دائماً نطمح لتطوير القصيدة. الشاعر كرار حسين الكربلائي شاعر كبير ومبدع، ونتمنى له التوفيق ونشوف إبداعه أكثر وأكثر بالقصائد القادمة إن شاء الله. وصلنا وياكم للمراجعة الفكرية، وخلونا نشوف القصيدة بها فد جانب تاريخي أو عقائدي لازم نشير إليه، وهنا طبعاً راح تبين ثقافة الشاعر وإلمامه.
بالبيت الأول يقول: نسد أبواب الأرزاق رزق خدمتنا أحلى، نعوف المال والحال نشوفك أنت أغلى. وهذا تعبير جميل جدا، لأن من وجهة نظر دينية عندنا روايات تدعو الناس لإظهار الحزن على الحسين عليه السلام من خلال تعطيل الأسواق والأعمال المربحة. ونشوف بالموقع الرسمي للمرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله سؤال يقول: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيام تاسوعاء وعاشوراء؟ الجواب: إذا عد ذلك نوعا من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بد من تركه. نجي لنهاية البيت الأول ويقول شاعرنا العزيز: يا سيد الحب عشقتك بين المشاعر رسمتك. والسؤال اللي يطرح نفسه: هل من الصحيح نسمي الحسين عليه السلام سيد الحب؟ الجواب: أكو بثقافتنا القرآنية استخدام للحب، حب الله وحب المؤمنين، وعدنا روايات عن حب أهل البيت، وحتى الحسين عليه السلام عدنا روايات عن حبه، وأشهرها قول النبي صلى الله عليه وآله: أحب الله من أحب حسينا. لكن هل من الصحيح نكثر من كلمات الحب والعشق والغرام؟ أكيد لا. اللي يريد يشوف العزاء بعد 100 سنة ملتزم بنفس الخط، وهو ذكر فاجعة كربلاء لازم يحسب 1000 حساب للحفاظ على لغة خاصة بالعزاء وثيمة خاصة لشعر الرثاء، مو لغة وثيمة مشتركة بينه وبين أي نتاج أدبي آخر، لأن راح يختلط ويضيع. مثل ما كلنا شفنا بعض الشباب من تكون عندهم علاقة حب يتداولون بعض قصائد ملا باسم الله يوفقه، مثل روحي مشتاقة وبعيد الدرب، أو لا ترد ماضى الأثر كلش انتهى بسفركم. فانتبهوا يا شعراء الحسين، لأن حمل الأمانة وأداء الرسالة دقيق جدا. بعدين يقول شاعرنا الموفق بالبيت الثاني: كافني بالصغر مدللني بالكبر، غرقني خيرك ومن رحمتك تارس إيدي. هل هذا بنوع من الغلو إذا نقول من رحمتك تارس إيدي؟ الجواب: كلا، مو هذا هو الغلو الممنوع، لأن بثقافتنا الإمام المعصوم يشفع لك بالرزق والرحمة والشفاء وغيرها، لكن كله بأمر الله عز وجل. والشاعر ما قال والعياذ بالله أنه هاي رحمة خاصة من الحسين بعيدا عن رحمة الله، بل هي رحمة جد المصطفى، ورحمة النبي هي رحمة الله. أما الغلو الممنوع فهو لمن يصر واحد على أن أفعال أهل البيت مستقلة عن أفعال الله أو موازية لها والعياذ بالله. وهذا بحث طويل مو هذا وقته. في وصيته للخطباء قبل 5 سنوات يقول المرجع الأعلى السيد السيستاني: وليحذر المبلغون والشعراء والرواديد أشد الحذر عن بيان الحق بما يوهم الغلو في شأن النبي وعترته صلوات الله عليهم. والغلو على نوعين: إسباغ الصفات الإلوهية على غير الله سبحانه، وإثبات أمور ومعان لم تقم حجة موثوقة عليها. ومذهب أهل البيت عليهم السلام خال عن الغلو بنوعيه، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإنما يشتمل على الإذعان للنبي وعترته صلوات الله عليهم بمواضعهم التي وضعهم الله تعالى فيها من دون زيادة ولا إفراط. انتهت المراجعة الفكرية، ونتمنى للشاعر والرادود المزيد من التوفيق إن شاء الله. بعد ما راجعنا القصيدة فكريا، هسه نجي للبعد الثالث، البعد النغمي. وبحسب آراء مختصين، الملا قرأ القصيدة بمقام البيات وكان موفق، بلش بقرار ثم انتقل للجواب العالي، وهذا اللحن: لا 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 لا. جميل جدا، وما بيفيد مشكلة شرعية، والمؤثرات ما خارجة عن المتعارف عليه، يعني مو لحن غنائي أو يناسب الأغاني. زين، هل مأخوذ من لحن آخر؟ ما لاحظنا أنه مأخوذ أو مقتبس من لحن ثاني. يمكن أكو قطعات معينة بيها شوية اقتباس من قصائد سابقة للملة، بس بشكل عام لحن أصلي وجميل، والتقسيمات معقولة وعاشت الأيادي. أما الهندسة الصوتية أشرف عليها الأخ حسين نجم، والتوزيع كان عند الأخ محمد عليق. موفقين وجزاكم الله خير. ما عندنا ملاحظة معينة، الانتقالات جيدة جدا ولطيفة، ودخول المؤثرات بالبداية معقول وحلو. ولهنا خلصنا مراجعة البعد النغمي، هسا نبلش بالبعد الرابع للقصيدة، وهو صوت وأداء الرادود. رادودنا المبدع محمد الجنامي يمتلك صوت جميل جدا، لذلك شفناه يوصل ل 15 درجة صوتية، وهالشي يدل على أنه الرادود يمتلك مساحة جيدة، رغم أن انفعال الرادود بالقراءة خلاه يخسر بعض الصفاء الصوتي، لكن هذا ما يغطي على جمال الأداء. أما مظهر الرادود بالفيديو كليب فكان رزن ومناسب، خصوصا أنه ظهر بالدشداشة السوداء،
فكان لائق جدا وعلى طريقة رواديدنا القدماء، رغم أنه كان أكو انفعال وحركة جسدية زايدة شوية، كان ممكن يقلل منها الرادود، خصوصا أنه القصيدة مسجلة فما يحتاج يظهر نفس التفاعل اللي تشوفه على المنبر. ولا شك الجنامي أسد على المنبر. عدا هذا فالرادود كان موفق بظهوره وأدائه للقصيدة، وما شفنا شيء مرفوض بالفيديو كليب نهائيا. ولهنا خلصنا البعد الرابع وهو بعد الأداء والصوت، وهسه وصلنا للبعد الخامس والأخير، البعد الإخراجي. طبعا تصوير الكليب وحتى الممثلين مثل ما هو واضح كان بإيران، والإخراج للمبدع مهران العلوي عاشت إيده، أظهر القصيدة من الناحية البصرية بشكل جيد جدا. حتى قصة الكليب حلوة ولطيفة، مجموعة أطفال يستعدون لبداية محرم باعتبار القصيدة هالمحرم، وأكو رجال كبير كان يباوع لهم وهم يحضرون وينظفون. بالأخير نكتشف أنه هذا الرجال هو خادم حسيني متوفى، وهاي روحه اللي حاضرة بالموكب. فكرة استمرارية الخدمة بمرور الأجيال كلش حلوة. نجي للديكور، بشكل عام حلو بكل اللوكيشنات، بس اللوكيشن الخارجي للملة شوية كان يحتاج لشغل. يعني القطع السود لو كانت ما معلقة بحبال، لو كانت معلقة على الحيطان كان ممكن تكون أحلى، إلا إذا كان المقصود أنه هذه القطع مغسولة وجاي تنشف استعدادا للعزاء. التصوير حلو لطيف، التكوينات متوازنة، لقطات القصة أغلبها سلو موشن بعكس لقطات الملة كانت طبيعية، وأكو بعض لقطات الفاست موشن ما كانت مريحة للعين، وأكو حركات دولي زوم زينات بس يحتاج لهم بعد. العزل والفوكس كان حلو وأنطى بعد درامي أكثر بمشاهد الأطفال والخادم المتوفى. الإضاءة ما عدنا ملاحظة، بس بعض اللقطات كانت تريد إضاءة أكثر ما متشبعة. لقطات السلويت جميلة جدا وعاشت ديكو. نجي للمونتاج والتلوين، بشكل عام حلو وخوش شغل، بس انتقالة الملة لللوكيشن الداخلي مو هلقد، يعني نص ونص، كان ممكن أحسن. وبآخر لقطة نشوف صور خدمة الحسين الله يرحمهم، واضح كلش مو حقيقية ومضيوفة بالبوست، يعني كان ممكن تتصور مو تنضاف بعدين. بس ذن الملاحظات، وإلا التقطيع كان كلش حلو ومناسب لإيقاع القصيدة، وبمناطق معينة كان القطع ويا كلمات القصيدة ومعانيها. والتلوين بشكل عام كان حلو بأغلب اللقطات عدا لقطات معينة. بكل الأحوال عاشت إيديكم ومأجورين وموفقين إن شاء الله، ننتظر إبداعات أكثر بقصائدك ملا محمد. ولهنا وصلنا لنهاية الحلقة، كتبونا آراءكم بالمراجعة ولا تنسون تصوتون على القصيدة الجاية. شوفكم بخير، مع السلامة. يا نايمي على العالقم من نومتك قوم يا نايمي.